السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنحكي من قصص القرآن الكريم قصة أصحاب الأخدود. قصة أصحاب الأخدود كانت مدينة تسمى نجران، إحدى المدن الكبيرة في اليمن، يحكمها الملك ذو نواس. كان الملك ذو نواس ملك قاسي وظالم، فرض على الشعب اليمن طاعته والسجود له، ان هم يعبدوه. وفي هذه الفترة دخلت الدعوة المسيحية مدينة نجران، وكان الملك ذو نواس يهوديا متعصبا ليهوديته. على مدى عدة سنوات اعتنق كثير من اهل نجران الديانة المسيحية، فاشتد النزاع بين أنصار اليهودية وأنصار المسيحية. ذات ليلة ما كاد الملك ذو نواس يهدأ في فراشه كالنايم، حتى رأى حلما عجيبا. رأى الملك ذو نواس أنه كان يسير في طريق تحفه الأشجار والزروع الخضراء، وفجأة اعترض طريقه رجل مسيحي. كان الرجل المسيحي يحمل سلاحا، بينما كان ذو نواس الملك ذو نواس ليس معه سلاح. هرب ذو نواس، لكن المسيحي تعقبه وجرى خلفه. اضطر ذو نواس أن يلقي بنفسه في ماء البحر. استيقظ ذو نواس من حلمه فزعا، كان صحي خايف كده. فأعرض ذو نواس على رجال دينه الحلم، فلم يستطيعوا تفسيره، محدش عرف يفسره له. وبينما كان ذو نواس جالسا ذات يوم في اجتماع مع رجال مملكته يتدارسون شؤون الشعب، دخل عليه رجل يهودي. بدأت على وجهه ثورة غضب، متضايق جدا، وراح قال للملك: أيها الملك العظيم، مولاي العظيم، إلى متى تسكت عن هؤلاء المسيحيين الذين يتزايدون في نجران؟ لقد تجمع اليوم جماعة منهم وهجموا على دار صاحبك شمعون اليهودي، وأخرجوه من داره، ثم قتلوه، زعموا أنه يسيء إلى نبيهم عيسى عليه السلام. صار ذو نواس غضب جدا، ولعله تذكر حلمه، افتكر الحلم إن هو إيه اللي هو حلمه. كانت ثورة ذو نواس شديدة، فصاح في من حوله: لن يكون بعد اليوم مسيحي يعيش على أرض نجران. أمر ذو نواس جنوده أن يهجموا على كل بيوت المسيحيين بالسيوف، وأن يساقوهم مكبلين، يعني يربطوهم بالحديد، إلى ميدان عام حدده ذو نواس، لميدان كده معين كل الناس تشوفهم. مرة أخرى عادت إلى ذهن ذو نواس الحلم الذي رآه، فاشتدت ثورته وعلى وجهه الغضب. ازدحم الميدان الواسع بالكثير من المسيحيين، وأقبل إليهم الملك ذو نواس وقضى عليه الغضب، وناداهم: إن ديننا في نجران هو شريعة موسى، ولن نرضى بدين جديد يدخل إلينا خفية من غير ما نعرف. فمن أراد منكم النجاة لنفسه فعليه أن يترك المسيحية ويعود إلى اليهودية. تمام؟ خشى بعض الحاضرين على انفسهم، خصوصا ان هم عارفين ان ذو نواس الملك ذو نواس ملك ظالم وقاسي، فخافوا على نفسهم وبداوا يرجعوا للديانه اليهوديه. لكن في بعض منهم رفض ان هو يرجع للديانه اليهوديه، وصمم وفضل على الديانه المسيحيه. تمام؟ امر ذو نواس رجاله وجنوده ان يشتركوا جميعا في حفر اخدود واسع عميق، زي حفره كده في الارض واسعه عميقه، ان يحفروا أخدود واسع عميق. وبذل الجنود والرجال اليهود والرجال جهودا مستمرة حتى انتهوا من عملهم. أمر ذو نواس جنوده ورجاله، فجمعوا كثير من الحطب والأخشاب. تمام؟ جابوا بقى خشب كتير جدا. أسرع ذو نواس فأشعل النار، وتبعه رجاله يزيدون النار اشتعالا. أشعل النار بقى في الأخدود ده. اصطحب المسيحيون الذين تمسكوا بدينهم صفوفا مترصة زي صف كده ورا بعضه، حتى إذا اقترب إحداهما من حافة الأخدود سأله الجنود: أتعود إلى يهوديتك؟ فإذا أجابهم بالموافقة إلى فعودته لليهودية تركوه، وإن أصر على المسيحية ألقى به رجال ذو نواس في النار فاحترق. وبينما وقف ذو نواس ورجاله يضحكون ومبسوطين كده، كان من المسيحيين الذين قبضوا عليهم رجال الملك أسرة كاملة، الأب والأم وثلاثة أبناء.
اقترب أفراد هذه الأسرة من الأخدود المشتعل، رفض الأب أن يترك المسيحية فألقي به وتبعه 2 من أبنائه، وإذا بالأم وتحمل طفل رضيع تقترب من النار وبتفكر أرجع لليهودية عشان خاطر ابني أنا وابني نعيش ولا نكمل. وفجأة سمع الملك ورجاله والناس صوت الطفل الرضيع وهو ينادي على أمه ويقول سيري يا أمي فإنك على حق، وترموا كمان هم كمان في الأخدود. وكان ذو نواس سعيدا وهو يرى النيران تحرق المسيحيين، ولعله تذكر الحلم الذي حلمه هذا المسيح الذي اعترض الذي اعترض طريقه يريد قتله. كان ذو نواس يريد القضاء على كل المسيحيين في نجران وما حولها من القرى المجاورة صورة من صور ما كان يفعله فرعون. عادت عدة أيام بلياليها والنار مشتعلة في الأخدود ده في المسيحيين لا يغبو إشعالها والمسيحيون يتساقطون فيها. أحس المسيحيون في نجران أن ذو نواس مستمر في القضاء عليهم لحد ما يخلص عليهم كلهم. بعث المسيحيون بعض رسائلهم إلى إمبراطور روما لينقذهم مما يلقون، فقد كان هذا الروماني هو حامي المسيحيين. تمام. بعث الإمبراطور الروماني إلى نجران ببعض ضباطه وجنوده لينتقموا لإخوانهم المسيحيين. ما كاد رجال الإمبراطور الروماني يصلون بأسلحتهم إلى نجران حتى أدرك ذو نواس أنه غير قادر على مواجهتهم، مش هيقدر يعمل معهم حاجة. أحس ذو نواس بالخطر يتهدده من الجنود الرومانيون، غادر ذو نواس وهرب، بدأ يهرب. مضى ذو نواس بعيدا يحاول أن يجد مكان يختبئ فيه، عايز يستخبى بقى منهم، لكن الجنود الرومان كانوا يتتبعونه. لا شك أن ذو نواس قد تذكر حلمه وهو يجري. ضيق الرومان على ذو نواس الطريق، كان قد وصل شاطئ البحر، لم يجد أمامه منفذ إلا أن يلقي بنفسه في ماء البحر ليموت غرقا. دي قصة أصحاب الأخدود. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.